Habla. مدير طالبك على مكتبه. شو بده؟ لا أعرف شو صار معي. ايه؟ شو ما صار هو عند المدير، اوعى تجيبي سيرة عبلة. وإذا سألني عن جراحات بوجهي شو بقول له؟ بتقولي له شو ما كان، زعطتي بالحمام، خرمشتي حالك أنت ونايمة، نحن كان في عنا وعدة هون بالحبس، تمشي هي ونايمة. رح يصدقني يعني؟ بيصدق ولا ما بيصدق منا شغلتك، ما بتجيبي سيرة عبلة، فهمتي؟ تفضلي. تفضل. سيدنا. عادي. مين عمل فيك هيك؟ ما حدا. ما حدا؟ هيك انت نمتي وعيتي ولقيتي حالك مشطبة؟ انا بشطب حالي، انا منين؟ ولا؟ انا بعرف انه عبلة اللي شطبتك. في عندي عينين بيناتكم بتخبرني. لشو بعت وراي لكان؟ لقلك انه مش مزبوط اللي عم تعمليه انت والباقيين. مجبورين. ما حدا مجبور. عبلة خطرة، بتخوف، قلبها اسود، ما في شي عم بيردها. انا مش قاري لا عبلة ولا اللي وراها. رح تتعاقب. بس مرت التانية اذا بصير فيكي او بغيرك هيك وبضلكم ساكتين انتوا اللي رح تتعاقب. بخيلك، لا، إذا عاقبتها بتنرد علي. ما رح تنرد لحدا. بدها تمشي على النظام لو بدي أحكم الحبس بجزمتي. المدرسة الحربية كانوا يطبقوا علينا العقوبات الجماعية. أنا كنت فكر دايماً إنه هيدي العقوبات ظالمة. شو ذنب العنصر المنيح يتعاقب كرمال عنصر عاطل؟ بس للحقيقة بتفيد. ليش؟ لأنه ما بيعود العنصر المنيح يسكت عن العنصر العاطل ويتعاقب بسببه. من اليوم وبنرايح لعوبات جماعية. أيوة. ولا صوت! سجيني زينة في حدا تعرض لها جرح لها وجهها. لعوبة للكل. على 10 أيام ربع ساعة تنفس باليوم. سبب لعوبة. سجينة فكرة حالها بقى تعلي كعبة على الكل. تعبت قبل بس شكلها ما تعلمت. عبلة السيد على الانفرادي. على الانفرادي. ايه منروح على الانفرادي. شو عملنا للانفرادي؟ مش أنا اللي قلت له، برحمة أمي وبيي. مش أنا اللي قلت له، هو كان بيعرف من قبل، والله العظيم.